السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف شطرنج. معكم إياد رضوان. راح نشوف اليوم فيديو مهم نحكي فيه عن بطولة زهرة الجولان، البطولة المميزة اللي بقيمة الاتحاد السوري للشطرنج وبدعم مادي من الدكتور طلال ديركي، مشكورين طبعا الاتحاد العربي السوري للشطرنج برئاسة الأستاذ علي عباس والدكتور طلال ديركي على دعمهم ورعايتهم. طبعا هالبطولة مهمة جدا أنا برأيي، هلأ راح نحكي ليش. ولكن الآن هاي البطولة بعد ما لفت عدد من المحافظات السورية وصلت أخيرا لمحافظة حمص. طبعا ليش هاي البطولة المهمة؟ طبعا هالبطولة مهمة لأنها بتتيح فرصة للاحتكاك الحقيقي مع لاعبين أقوياء، واحتكاك حقيقي على الرقعة غير اللعب على النت. اللعب على النت يعني له ميزات وإله مساوئ، ولكن أكيد ما من ميزاته إنه يتيح لك احتكاك حقيقي. لعب على الإنترنت ما بيعمل لك هذا الألم اللي بيعلمك درس. أنت مثلا لما بتلعب بطولة حقيقية بتقعد ساعتين أو ساعة ونص على الرقعة وبتحسب كل شيء، وبالآخر بتخسر لسبب معين، فهذا الخسارة راح تكون مؤلمة وراح تعطيك درس ما تنساه كل حياتك، وراح تتذكر هالدور وراح تتجنب هالخسارة بهي الطريقة. اما اللعب على النت فعم نلعب 20 30 مباراة ورا بعضهم، وبنخسر خصم جديد وبنخسر خصم جديد وبنخسر خصم جديد، ما في هالألم هذا اللي عند الخسارة، ما في هالتعلم، وبالآخر بنكون ناويين انه نحلل مبارياتنا، وعلى كثرة عدد المباريات ما راح نحللها. اما اللعب على الواقع اللاعب ما بيعرف كيف يخلص مباراته، لا يروح فورا على اللابتوب تبعه او على الموبايل تبعه لا يحلل المباراة ويشوف سبب خسارته او شو كان عنده نقلات. فاللعب على الواقع راح يكون مفيد ومؤثر اكثر بكثير من اللعب على النت، فنحن بحاجة فعلا لهي المباريات على الواقع. وايضا خصوصا للفئات العمريه، يعني سوريا بلد متميز بالفئات العمريه وعندنا انجازات وعندنا بطولات كثيره لاطفالنا الصغار، ولكن قله الاحتكاك بالفتره الاخيره وقله البطولات الجديه يعني اظن راح يحرمنا من هي الميزه بالسنوات القادمه اذا ما تم تدارك هذا الوضع وانشاء عدد كبير من البطولات الجديه والقويه لصقل مهارات أطفالنا وأبطالنا الصغار. راح نخسر هاي الميزة، وراح نشوف بعد عدة سنوات إنه ما عنا ولا بطل فئات عمرية، ما عنا ولا موهبة تستحق الدعم. فلذلك كانت بطولة زهرة جولان مهمة جدا يعني لتحسين هالواقع الشطرنجي وزيادة الاحتكاك. طبعا كانت بطولة قوية جدا بمشاركة 82 لاعب. طبعا لاحظ الإقبال الكبير على هالبطولة نظرا لقلة عدد البطولات، فالناس يعني عندها شغف للمشاركة بهيك بطولات. طبعا اللجنة المنظمة ما استطاعت بسبب الإمكانيات المحدودة إنها تنظم بطولة واحدة، فقامت بتجزئة البطولة لبطولتين، بطولة تحت العشرين سنة وبطولة فوق العشرين سنة. يعني لاحظ مدينة كبيرة مثل حمص ما فيها إمكانيات فنية لتنظيم بطولة بـ80 لاعب فقط، فيعني هذا وضع أيضا من الأوضاع اللي لازم له معالجة حسب رأيي. طبعا صار إذا في عنا بطولتين، وفاز بالبطولة الأولى اللي فوق العشرين سنة اللاعب المخضرم عاطف سباعي، وفاز بالبطولة تحت العشرين سنة اللاعب الموهوب جدا إدوار لطيفة. طبعا كان وقت البطولة هو عبارة عن 50 دقيقة زائد 5 ثواني لكل نقلة. طبعا أنا التقيت عدد كبير من اللاعبين المشاركين بالبطولة وسألتهم عن البطولة، وكان في يعني ردة فعل إيجابية، وكان في إجماع على نجاح البطولة، وكان في بعض الملاحظات منها هذا التوقيت يعني 30 دقيقة كان الأغلبية بفضلوا أنه يكون الوقت أطول. طبعا أنا بعرف اللجنة المنظمة اختارت هذا التوقيت بسبب يعني قلة الإمكانيات وما بدنا البطولة تطول حتى نستطيع ننهي البطولتين معا، ولكن هذا الشيء يعني من خلال البطولات القادمة أكيد راح يلتقى له حل. فإذا كانت بطولة ناجحة، وشكرا للاتحاد العربي السوري للشطرنج بقيادة الأستاذ علي عباس، وشكرا جزيلا من القلب للداعم الكبير الدكتور طلال الديركي، وشكرا للجنة الفنية بمدينة حمص برئاسة الأستاذ محمود ربيع، وشكر خاص أيضا للمشرف العام على البطولة الأستاذ القدير بشار مصطفى، وأيضا شكر خاص للأستاذ علي التوبة، وأيضا الشكر للأستاذ عاطف سباعي. وأكيد ما راح ننسى نشكر نادي عمال حمص، النادي العريق في لعبة الشطرنج في مدينة حمص، واللي له دور كبير يعني بالنشاط الشطرنجي وله دور كبير كان بهي البطولة، واللي هو قام بتنظيم البطولة على أرضه. والآن راح نشوف يعني مقتطفات من آراء بعض اللاعبين حول هاي البطولة. منار معماري لاعب نادي عمال حمص مع تصنيف دولي 1648،
شاركت بطولة زهرة الجولان، وكانت بطولة كتير قوية وكتير رائعة، وفكرتها كتير مميزة لأنها عم تجمع العائلة الشطرنجية اللي حققت إنجازات بهاللقاءات اللي كانت مستمرة بشكل دائم خلال فترة الكورونا والفترة اللي بعدها. نتمنى إنه هاي البطولة اللي هي عم تجمع العائلة كلها دوما تستمر ودائما نحو الأمام. المنافسات كانت كتير قوية، وفكرة تقسيم اللاعبين لمستويين فوق العشرين عام وتحت العشرين عام ساعدت كمان على أنها تعطي تبرز المواهب لدى العمر الأصغر، وتقوي الاحتكاك واللقاءات والخبرة لدى العمر الأكبر. وبالتوفيق لجميع اللاعبين، أنا احتليت المركز الثالث ب5.5 نقاط، وبتمنى التوفيق والفوز لكل اللاعبين وإلى الأمام وباستمرار إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، أهلا وسهلا بكم. أنا اسمي محمود العرنداس، شاركت بطولة زهرة الجولان، كانت كتير بطولة رائعة، ولعبنا واستلينا وجبت 5.5 نقاط واحتليت المركز الثاني لفئة فوق العشرين. كانت بطولة رائعة جدا، وبحيي الدكتور طلال ديرك على هذه الفكرة الحلوة وعلى هذا الدعم المادي من قبله، وبتشكر اللجنة الفنية اللي كانت تحكم بطولة، أشرفت عليها إشراف جيد، وكانت فكرة كتير حلوة، فكرة تنشيطية لعبنا وتسلينا فيها، تمام كان الوضع. شكرا لكم. مرحبا أصدقائي، معكم مايك التوبي من محافظة حمص، مصنف دولي. شاركت بطولة زهرة الجولان وحققت المركز الثاني. طبعا البطولة كانت قوية جدا، فيها منافسات وفيها لاعبين على مستوى الجمهورية. بنشكر اللجنة الفنية على اهتمام لهذه البطولة، وبنشكر كمان الدكتور طلال ديركي اللي راعي هذه البطولة زهرة الجولان، والتوفيق للجميع. فهذا كان كل شيء للبطولة، إن شاء الله تكون عجبتكم التغطية. راح نشوف أيضا مباراة جميلة جدا من هاي البطولة، وهي مباراة كانت يعني قوية جدا بين اللاعبين القديرين السيد عاطف سباعي بالأبيض والسيد وسام المحمد بالأسود، وراح نشوف يعني تحليل سريع جدا لهالمباراة. والآن بس راح نشوف على السريع لمحة فنية من مباراة عاطف صباعي ووسام المحمد، طبعا لاعبين من أقوى اللاعبين بمدينة حمص. هون كان عاطف صباعي بالأبيض ووسام المحمد بالأسود، وبيلتعب جامبيت الوزير. طبعا الدور مغلق، وهون وصلنا لهذا الموقف. وهون في عنا مثل ما بقول المحرك في أفضلية جيدة للاعب الأبيض، وكان اللاعب الأسود وحامد ضغوط جدا بالوقت، فعاطف سباعي بيلعب نقلة قوية وهي النايت تيكس اي 6، تضحية جميلة جدا بالنايت. طبعا راح ياخذ النايت، والآن كوين تيكس اف 6، إذا تضحية حصان مقابل بيدقين، ولكن الملك صار يعني مكشوف تماما وراح يتكفى الدور. طبعا في كان عدة نقلات غير دقيقة بسبب ضغط الوقت، وبيخسر البيادق، اللاعب الأسود بيخسر كتير بيادق وبكفي الدور بهالشكل، وبنصير عنا نهاية يعني مثيرة جدا، نهاية 4 بيادق ضد حصان، وتعتبر من أصعب النهايات لأنه اللاعبين لازم يلعبوا بدقة كتير كبيرة حتى ما يصير أي غلط، أي غلط رح يؤدي لنهاية الدور. طبعا صار في عدد كبير من النقلات، ولكن الدور بينتهي بهذا الشكل، وطبعا الاستاذ عاطف صباعي بينجح بالتقدم بهاي ال3 بيادق السالكة، وبيعمل بيدق سالك وبيستطيع يرقي البيدق، والدور بينتهي بهذا الشكل. فهذا الموقف النهائي، هون لاعب الابيض بيلعب روك تيكس روك نايت تيكس روك، والان اف 7، ولاحظ يعني البيدق ترقى اجباري، فهون استسلم اللاعب الأسود. يعني فكانت تضحية جميلة جدا، ولعب استراتيجي جميل، بيادق سالكة مقابل حصان، وطبعا عاطف سباعي بيطلع المركز الأول على الفئة الأولى. أما بالنسبة للنتائج فكانت الفئة الأولى عاطف سباعي المركز الأول ب6.5 نقاط، محمود عرندس بالمركز الثاني، منار معماري بالمركز الثالث، وأديب لمحمد بالمركز الرابع، ونبيل شاهين بالمركز الخامس.
بالنسبة للفئة الثانية فكان إدوار لطيفة بالمركز الأول ب7 نقاط، مالك التوبة بالمركز الثاني 5.5، حبيب وقاف بالمركز الثالث 5.5، عيسى إبراهيم 5، أحمد ربيع 5، نور قناص 5، مقدار سعود 5، وميس وقاف 5. لا تنسوا الاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد، خصوصا تغطية البطولات القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.